40 سنة تقريبا مرت على رحيل الفنان عبد الحليم حافظ في العاصمة البريطانية لندن، وده بعد صراع طويل مع المرض، واللي بعده ب 24 سنة تقريبا رحلت عن عالمنا السندريلا سعاد حسني برضه في لندن، لتتشابه الأقدار في مكان رحيلهم زي ما كان في قصص كتير بينهم، وده بالرغم من حالة التعتيم اللي فرضها الطرفين على العلاقة دي. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم منى يعقوب وإلى التفاصيل. وبالرغم من ان الكلام كتير عن علاقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الا ان كتير من الاسرار عن العلاقة بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني لسه ما كانش حد يعرفها، وده اللي اتكلم عنه اشرف غريب الكاتب الصحفي المتخصص في النقد السينمائي، وده في كتابه العندليب والسندريلا الحقيقة الغائبة. الناقد أشرف غريب اتكلم عن تحول قصة الحب الملتهب بين العندليب والسندريلا إلى سيل من الشتائم والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود. وقال الكاتب أشرف غريب إن صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات المصرية في الستينيات حاول الاستفادة من العلاقة السرية الخاصة اللي جمعت بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني في توجيه ضربات موجعة للمطرب الراحل لكراهيته ليه، وده بسبب قرب عبد الحليم من الرئيس عبد الناصر ونائبه عبد الحكيم عامر. وقال كمان إن محاولة صلاح نصر تجنيد سعاد حسني للعمل مع جهاز المخابرات في ذلك الوقت كانت حلقة في هذه الحرب الخفية بين عبد الحليم حافظ وصلاح نصر. وبالرغم ان الكاتب اشرف غريب قال ان صلاح نصر ما كانش السبب المباشر في انتهاء العلاقه بين عبد الحليم حافظ وبين سعاد حسني، الا انها كانت محاوله، وده اللي قاله صفوه الشريف واللي كان مسؤول عن تجنيدها في اعترافاته قبل كده. وقال صفوه الشريف ان عمليه تجنيد الفنانه الراحله سعاد حسني انتهت تماما في صيف 1964 بعد ما رفضت التعاون مع الجهاز، بينما استمرت علاقه النجمين حتى صيف 1966. وفي ملف العلاقة بين السندريلا والمخابرات توقف الكاتب أشرف غريب في كتابه عند اعترافات رجل المخابرات أحمد الهوان المعروف إعلاميا بجمعة الشوان، واللي قال قبل كده أنه اتجوز سعاد عرفيا لمدة 9 أشهر سنة 1969. وبالرغم من ان احمد الهوان هو اللي قال بنفسه الكلام ده، الا ان الكاتب اشرف غريب شكك في روايته وقال ان الكلام ده لا يتماشى مع الضبط التاريخي للاحداث، خاصة وان سعاد حسني في الوقت ده كانت على وشك الاقتران بجوزها المخرج السينمائي علي بدرخان. الكاتب الصحفي أشرف غريب رئيس التحرير السابق لمجلة الكواكب المصرية الشهيرة قال إن صعوبة التعامل مع السير والقصص الخاصة بالشخصيات دي واللي بتتمتع بجماهيرية طاغية بيكون صعب جدا، لأن الجمهور بتاعهم مش بيسمح لك ولا هيقبل منك المساس بيهم.